معانا ممكن نبتدي نستقبل اتصالات. نعم، طيب معانا الدكتورة منار نادي. دكتورة منار كانت معانا الحلقة اللي فاتت. دكتورة منار، إذا كنت حضرتك معانا على الهواء، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بكل خير. جزاك بخير دكتور عايز، حضرتك بخير يا فندم. الحقيقة متابعي البرنامج كانوا مبسوطين من حضرتك جدا، لدرجة إن هم اقترحوا عليا إن أنا أجيب حضرتك وأروح أنا. لا ازاي يا فندم، ازاي؟ كل سنة وحضرتك طيب وأنت وكل بالصحة مشاهدينا وبكل طيبين. سلامة، أهلا بحضرتك. أنا أهلا هقلل كلامي جدا علشان نستفيد بحضرتك، وهطلب من حضرتك كده في أسئلة محددة. من ناحية التغذية العلاجية، إيه النظام الغذائي الصحيح المناسب للسيدات الحوامل عموما، وبعدين نطور النقاش بعد كده. الست الحامل تحرص في إيه على أكلها، سواء في الثلاث شهور الأولين في الثلاث شهور الأخرانيين عموما، لو كانت صحتها العامة جيدة أو كانت مصابة بأمراض عانت منها أثناء الحمل. تفضلي حضرتك. طيب تمام. اول 3 شهور طبعا احنا بنحب دايما حضرتكم واساتذتنا طبعا في طب النساء ما بتحبوش تدوا فيتامينز كتير غير الفوليك اسيد، تمام يا فانا فندم، هكتب لان النظر. معلش اسمحي لي هعقب مع حضرتك كده، لانه لا يوجد دراسات بتقول ان الفيتامينات مضره في الثلاث شهور الاولين، لكن في نفس الوقت لا توجد دراسات تؤكد امانها، وبالتالي يؤجل الفيتامينات الى ما بعد الشهر الثالث. ده الاتيتيود بتاع اطباء النساء. اتفضلي. تمام، احنا عايزين نديه بقى من المصدر الطبيعي بتاعه، معظم الفيتامينات بتاعتها نحرص ان احنا ناخدها من المصدر الطبيعي بتاعه في فتره تكوين الجنين الاولى، ايه الثلاث تمام شهور الاولانيين. تمام، فانا اهم حاجه عندي دلوقتي الفوليك اسيد والحديد. ايوه طيب الفوليك اسيد احنا ممكن ناخده في جنين القمح اللي هو البليله، ممكن ناخدها في صوره البليله، حلو قوي الحاجات الجميله، وكمان ممكن ناخده في المكسرات من الحاجات الكويسه جدا، وفي الخضره قصيره الطول او العمر بتاعها في الارض اللي هي زي الجرجير والفجل والبقدونس. البقدونس بالذات من الحاجات الكويسه قوي. تمام، تمام يعني احنا لو قلنا ان السيدة الحامل في الثلاث شهور الاولين خدت طبق البليلة وحطت عليه زبيب عشان الحديد وشوية مكسرات عشان الفوليك اسيد، ده طبق بالنسبة لها هايل. وخدت كمان معاه اللبن، يبقى اخدت بالظبط، الكالسيوم انا اقصد كمان كده. معاه، فمن الحاجات الكويسه جدا. مظبوط، اتفضلي. تمام طبعا الحديد عشان نحافظ عليه احنا عندنا مصدرين للحديد، مصدر نباتي ومصدر حيواني. المصدر الحيواني هو الاعلى القيمه بالنسبه لنا، مظبوط. لكن طبعا عشان الغثيان اللي بيكون حاصل في اول 3 شهور ممكن شويه ما تبقاش متقبلاه الحامل، فممكن ناخده من المصدر النباتي بتاعه. اعلى المصادر قيمه في المصادر الحيوانيه اللحمه الجمالي، تمام واللحمه الجمالي دي صعبه شويه في الاكل، فممكن ناخدها في صوره لحمه مفرومه. تمام تمام، ولو اتحط كميه قليله جدا معاها مع الطبيخ، احنا كده يعني لو 100 جرام مع كل طبخه، مش لازم لحمه تتاكل صوره لحمه، دي كده انا اخدت فايده غذائيه كامله جدا. تاني والمصريين مصدر عندهم حاجة اسمها كفتة الرز، بيحبوا يعملوها، بتعمل من اللحمة الجملي، فممكن. بالظبط، حلوه قوي حلوه تمام قوي. المصدر التاني بتاعنا الكويس جدا كبده الفراخ، من تمام المصادر الغنيه جدا بالحديد. تمام عشان ازود امتصاص الحديد في الجسم اخده جنب فيتامين سي، يعني لو عملنا طبق سلطه وعصرنا عليه عصير ليمون كويس جدا، عملنا كوبايه صغيره عصرنا نص ليمونه واحنا بناكل واخدته جنب الاكل، انا كده زودت امتصاص فيتامين الحديد من فيتامين سي بطريقه عاليه جدا. تمام تمام، طيب لو اخدناه من المصدر النباتي ناخده منين؟ ناخده من البقوليات لو ما كانتش بتعملها مشاكل كعسر هضم او حاجه، زي الفول من الفول. المصادر الغنيه جدا بالحديد. طبعا البقوليات كلها، الفاصوليا البيضاء، اللوبيا، العدس، كامل الحبه اللي هو العدس اللي بجبه البني عدس الغامق، الجبه. من احنا الحاجات بعد الكويسه اذن جدا. حضرتك، عندنا المصريين بياكلوا فول كتير قوي، وده مصدر عالي جدا للحديد زي ما حضرتك بتقولي، ومع ذلك عندنا انيميا نقص الحديد عاليه، لان في عاده غذائيه بيشرب بقى عند شاي المصريين انهم يشربوا الشاي التقيل بالظبط، بعد الفول فيقللوا امتصاص الحديد. ده حضرتك التانيك اسيد بيكسر الحديد كله اللي في الوجبه للاسف. تمام حتى الشاي الاخضر، الشاي الاخضر فيه نسبه تانيك اسيد قليله لكن بتكسر لي الحديد، عشان كده دايما بنصح الناس كوبايه الشاي بعد ساعتين من الاكل، بعد ما المعده تكون فرغت الاكل اللي فيها تمام نشرب كوبايه الشاي بتاعتنا، وبرده مش قبل ساعه قبل الاكل. يعني في ناس بتتحايل على الموضوع ده تقولي طب انا هاخد كوبايه الشاي قبل الاكل، طب ما حضرتك هي لسه في معدتك والاكل نزل عليها، تمام فلا دي بلاش. طيب احنا بنحب الفول، احنا شعب بناكل الفول كويس جدا، طب ايه المشكله ان احنا طبق الفول ده نحط عليه عصره ليمون، او نعمل جنبه طبق سلطه خضراء عليه ليمون؟ انا كده زودت امتصاص الحديد واخدت الحديد بتاعي من مصدر نباتي، تمام يعني انا ما كلفتش البيت ده حاجه. السعر رخيص ومتوفر اسهل، والتقبل له بالنسبه للغثيان في اول 3 شهور الحوامل كمان اعلى. تمام، اتفضلي. بالظبط تمام. طيب ده بالنسبه لاول 3 شهور.
طبعا السوائل في الحر اللي احنا فيه ده لازم نحافظ جدا على كمية المية اللي بتدخل الجسم في الحر اللي موجود. تمام. كان في نقطة بس بالنسبة للحر ده، انا ما اقدرش اقول لواحدة اشربي 3 لتر مية في اليوم واحنا في حر زي اللي احنا فيه ده وما بتاكلش، اللي هيحصل انها هتعمل تقليل للمعادن اللي في الجسم وهتدخل في انخفاض ضغط دم، هيحصل لها هايبوتنشن. فانا لازم المية اللي انا باخدها، دايما بقول لهم نصيحة، كل لتر مية يا جماعة اعصروا لي عليه ليمونة كاملة. عشان تمام الجسم يحتفظ بيه. تمام، اتفضل. بالظبط. اولا هو اخذ من الليمونه دي المايه القلويه، الليمون جوه الجسم بيبقى قلوي، دي المايه القلويه اللي بتتباع مبلغ وقدره في السوبر ماركت والهايبر ماركت كلها، وفي نفس الوقت انا حافظت على المايه ما اني ما توطيليش الضغط او تعمل لي غثيان بكميه المايه العنيفه اللي خدتها الحامل دي. تمام. تمام. طيب في الشهور اللي بعد كده، في الشهر في الثلاث شهور اللي في النص، انا بحافظ على العناصر الغذائيه السليمه بتاعتي، يعني ما بيبقاش في توصيات خاصه قوي. اهم حاجه انها بتبقى بتاكل اكل متوازن، بلاش المقليات بقدر الامكان عشان ما يحصلهاش ارتجاع في المريء وتيجي تشتكي دايما ان عندها خمور حموضة. عنيفه ومش عارفه تنام وطول الليل هي قاعده. الله، من الحاجات هو الحلوه دكتورة، هي الحموضة مش من شعر الجنين ولا ايه؟ او طبعا المقوله المصريه الشهيره، شعر الجنين سرح على المعده، ما اعرفش دي جابوها منين يعني. طيب، يعني ما فيش علاقة، هو له علاقة بالحموضة، ليها علاقة واحد